أكد مصدر أمني بشمال سيناء أن عددا من ضباط الشرطة العاملين بالإدارات الشرطية وأقسام الشرطة بشمال سيناء تلقوا رسائل نصية على تليفوناتهم المحمولة تهددهم بالقتل والخطف، وذلك بالتزامن مع الدعوات التي أطلقتها الجماعات الإرهابية بإثارة الفوضى في البلاد بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير. وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية لحماية الضباط وأسرهم من المقيمين بمدن شمال سيناء، مؤكدا أن مثل هذه التهديدات تزيد الشرطة ورجالها إصرارا على تطهير سيناء من الإرهاب بالتعاون الكامل مع القوات المسلحة. أمر المستشار عناني عبد العزيز نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ومعاونيه للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بدون وجه حق. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأهملوا الحفاظ على أموال وممتلكات جهة عملهم، مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة. قال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن المحكمة التأديبية بأسوان قضت بفصل مدرس ابتدائي من العمل، حيث أنه قام بالتعدي بالضرب المبرح على المواطن علي الطالب في أنحاء متفرقة بجسده بسبب خلافات بينهما، مما نجم عنه وفاته على الفور، وتمت إحالة المتهم للمحكمة التأديبية. ومن ناحية أخرى، تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز مغاغة يفيد تلقيه بلاغا من رئيس لجنة مدرسة شم البحرية الإعدادية من مغاغة عن قيام المتهمين بالتعدي على اللجنة أثناء انعقادها، حيث قام طالب بمساعدة كهربائي وشخص آخر بالتعدي على إحدى لجان الامتحانات لتسهيل الغش لأقاربه بمغاغة، وتم ضبطهم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم. تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي مساعد الوزير لأمن بني سويف بلاغا من القس راعي كنيسة ماري جرجس عن حرق سيارته الملاك اليوم أثناء توقفها أمام منزله. انتقل المقدم محمد البرنس رئيس مباحث الوسطى وتبين أن الجناة ألقوا بنزينا على السيارة وأشعلوا بها النيران، حيث عثر بجوارها على جركن فارغ تفوح منه رائحة البنزين. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة حالة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور، وهي حالة لسيدة تبلغ من العمر 36 عاما من محافظة القاهرة، كما أكدت إصابة لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف. ونصحت وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور، خصوصا التي يظهر عليها أعراض مرضية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن، وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور، وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح، وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة. أعلنت السلطات الأمنية في 3 محافظات يمنية جنوبية اليوم إغلاق منافذها البحرية والجوية، جاء ذلك في بيان للجنة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين، أنه تم اتخاذ قرار بإغلاق منافذ البحرية والجوية إلى أجل غير مسمى، تضامنا مع رئيس الجمهورية عقب سيطرة المسلحين الحوثيين على دار الرئاسة في صنعاء، معتبرا أن ما حدث في صنعاء هو عملية انقلابية على شرعية الرئيس. وشدد المواقعون على البيان على التمسك بالشرعية الدستورية لهادي والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية، محملين الحوثيين مسؤولية التعرض والمساس لكل رموز الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء المحاصر في مقره والمختطف لديهم وكافة القيادات الشرعية عسكرية ومدنية. ارتفع عدد المصابين جراء الهجوم بالطعن داخل حافلة في تل أبيب إلى 15 شخصا. وذكر راديو صوت إسرائيل اليوم أن منفذ الهجوم أقدم أولا على طعن سائق الحافلة ثم طعن عددا من الركاب، وقد ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على منفذ الهجوم وجاري التحقيق معه. وأضافت الإذاعة العبرية أن أحد الركاب فتح بابي الأتوبيس لتمكين الركاب من الفرار ثم هرب منفذ العملية،
إلا أن مجموعة من أفراد وحدة نحشون التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية أطلقوا النار عليه، مما أدى إلى إصابته، وتم إلقاء القبض عليه ويتم التحقيق معه حاليا. وأن الشرطة الإسرائيلية أصابت الشاب الفلسطيني الذي نفذ عملية الطعن. تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ برئاسة المقدم إسلام بدوي من ضبط طبيب صيدلي صاحب مصنع مخللات بالمدينة الصناعية بمدينة بلطيم، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه صودا كاوية لسرعة تسوية وإنضاج المخللات لطرحها في الأسواق، وذلك بغرض الغش التجاري، وتحرر المحضر اللازم. تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا يفيد القبض على الإخوان أحمد شحاتة، والذي كان يشغل منصب مساعد محافظ المنيا الأسبق، وعثر بحوزته على جهازي كمبيوتر، وتبين أن المتهم يقوم بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. قرر مجلس إدارة مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية إهداء الدورة التي ستقام فعاليتها في 24 من شهر يناير الجاري إلى روح سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وستفتتح الدورة فعاليتها بفيلم صراع في الوادي للراحلة فاتن حمامة والفنان العالمي عمر الشريف، حيث تم تصوير الفيلم بمحافظة الأقصر. جدير بالذكر أن فاتن حمامة رحلت عن عالمنا في 17 من شهر يناير الجاري عن عمر يناهز 84 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة. عايز اروح البوليس، انا عرفت الموجب. احمد فاكراني بخرج؟ لو اتحركت كتير الجرح انزف تاني. سيبين ابويا هيموت. خلاص خلاص، كنت عاوزاني اسافر، كنت عاوزين رياض يدور على المجرم، يدور على نفسه. ابوك مات.